قبل بطولة المنتخب المصري للأولمبي وعلى مدار الموسم الماضي كوكا كان بيجي له عروض إعارة، عارف إن بيجي لك عروض كده كتير جدا، لكن كوكا بيتمسك بالنادي الأهلي ومستر كولر رفض تماما هذه العروض ومتمسك بوجود كوكا في النادي الأهلي. أعتقد يا كوكا أمور بالنسبة لك مهمة جدا، تمسك وثقة مدير الفني للنادي الأهلي. اكيد زي ما انت ما قلت، كان الحمد لله كان في حاجات كتير جت على مدار الموسمين اللي فاتوا، لكن هي كلها وجهة نظر فنية مستر كولر والنادي كانوا رافضين تماما ان انا اطلع. اكيد انا كان بيبقى نفسي اشارك، نفسي اكون موجود عشان بطولة افريقيا، لكن في الاول وفي الاخر مصلحة النادي ده قرار اكيد. ده دي حاجة برضو بتبسطني ان المدير الفني عايزني اكون موجود وعارف ان تأثيري هيكون كويس في الفريق، نفس كلام بالنسبة للنادي، فاكيد دي برضو حاجة كويسة وحاجة هتحط على حمل ان انا لازم اعمل اشتغل على نفسي اكتر، ولازم اكون اثبت نفسي ولازم اكون موجود زي الناس اللي موجودة. فدايما تحت امر النادي، العروض كلها اترفضت، ما فيش اي مشكله، بحاول اعمل اللي عليا، وفي الاول وفي الاخر مصلحه النادي اهم حاجه. كوكا المنافسه في نص الملعب، يعني نص ملعب النادي الاهلي او خط الوسط في النادي الاهلي في عناصر كتير مميزه. انا عارف ان العلاقه بينكم كلكم يعني الهدف بيبقى لمصلحه الفريق، قول لي شايف المنافسه دي ازاي كوكا في نص الملعب؟ اكيد زي ما انت قلت وانا قلت برضو، نص ملعب كله لعيبه كبيره، فيهم لعيبه كباتن منتخب مصر، لعيبه شباب، عامل السن فيه مختلف، في لعيبه كبيره ولعيبه صغيره، فاكيد منافسه كبيره جدا. ومش في نص الملعب بس، في كل مراكز هتلاقيهم كلهم لعيبه بتلعب منتخب مصر، وكلهم فيهم 2 و3 بيلعبوا، فكلهم كل اللعيبه هنا مستويات قريبه جدا من بعض. المنافسه كلها في الاول وفي الاخر بتكون لمصلحه النادي، فانا بالنسبه لي بحاول اعمل اللي عليا، بحاول على احافظ على تمريني في الجيم وفي الملعب ونومي واكلي، وده اللي انا بحاول اعمله في الاول وفي الاخر. لما بتجيلي فرصه بكون موجود وظاهر بشكل كويس، ده اللي انا بحاول احافظ عليه على مدار الموسمين اللي فاتوا، واظن ان الموسم ده انا متاكد هيكون مختلف بالنسبه لكوك. كوكا مدربين كتير أثروا عليك وعلى مستواك وكان كل مدرب ليه بصمة، إيه أهم البصمات لمستر مارسيل كولر مع كوكا في الفترة الأخيرة؟ بصراحة الراجل أول ما جه كان دايما بيتكلم معايا بشكل كويس، و ده أوفا بالمناسبة، أوفا بيبص بأحد مشجعين كوكا النهارده. أوفا أخويا، ودايما دايما بصراحة معايا وفي ظهري، وواحدة من أحسن لحظاتي أنا أوفا في نهائي أفريقيا. انا فضلنا على البوابه من كتر الزحمه، انت عارف الماتش ده كان كومبليت في الاستاد، لكن والله انا دخلت في الدقيقه 60 الماتش مخصوص عشان اكون حتى واقف وشايف اوفا. فلا اوفا جول كبير وعمل ماتش كبير وهو يستاهل كل خير. كنا بنتكلم قبل ما اوفا عطلنا بقى على البصمات مستر كولر وهو اتكلم معاك، وانا عارف ان كل مدرب من المدربين اللي اتمرنت معاه ساب بصمه على كوكا، مدى تأثير بصمه مستر كولر مع كوكا؟ انا بصراحة اهم حاجة بالنسبة لي ان دايما كل فترة بدخل اتكلم معاه واشوف انا لو في حاجة ناقصاني، في حاجة انا محتاج ازودها. هو بصراحة راجل صريح دايما معايا، بصماته كويسة معايا، دايما مركز على شخصيتي، دايما لو في اي خطأ مني في التمرين بيوقف التمرين ويحاول يعدل لي كل حاجة، وده في الأول وفي الآخر لمصلحتي وأنا متقبل ده. وبصراحة مستر كرول دايما صريح معايا، دايما بخش أتكلم معاه يقول لي كمل زي ما أنت، ودايما بصراحة كلامه كله إيجابي ليا. وزي ما قلت لك الموسم اللي فات برضه رفض إن أنا أطلع خالص، فأنا محترم ده ومقدر ده وبحاول أعمل اللي عليا يعني.